بنسمع آراء كتيرة عن جهنم. هل فعلا في جهنم؟ هل ده مكان حقيقي؟ مين اللي بيروح جهنم؟ مش هو ربنا كل محبة؟ طب عمل جهنم ليه؟ كل الأسئلة دي هنلاقي إجابات عليها لما نتقابل مع بلويس اللي ربنا سمح له إنه يقضي 23 دقيقة في جهنم. هستضيفه في برنامج من القلب للقلب. هنتقابل يوم الاثنين 20 يونيو الساعة 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا على قناة الكارما في أمريكا وكندا، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على كل من قناة الشفا وقناة الكارما نايل سات في الشرق الأوسط وأوروبا.